والله أخي الكريم، أعتقد أن الوسطية يعني أول ما يتبادر إلى الذهن مفهومنا هي الساحة الأوسع. حتى في المنزل الكبير أو المنزل الريفي دائما ترى الوسطية أو وسط البيت هو الساحة التي تستوعب الجميع. الوسطية لها مفهوم واحد لا يمكن تجاوزه، يعني هي وسط بين الإفراط والتفريط. الكل بدأ يحدد كلمة الوسطية على حسب منهجه وفكره، ولكن لو أتينا إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الوسطية راح نلاقي أنه مختلف كلياً. الوسطية هو أن أكون وسطياً في فكري وفي تعاملي مع الآخرين. هو الوسطية بمفهومها عندي إن هو أي موقف أنا بتعرض له، يعني في حياتي مع أولادي أو في أي موقف، بخلي النبي جنبي، فبشوف النبي بيقول إيه عن الوسطية. يعني هذا مفهومنا، يعني إحنا من غير ما يعني نتكلم عنه، في أساس ديننا الوسطية. الوسطية فهم الإسلام بمنهجية شرعية في رؤى عصرية. والله أخي، ربما يعني في بعض المناطق تكون الوسطية حسب النهج أو التعليم السائد لديهم، أما بالنسبة للدين الإسلامي الحنيف فالوسطية يجب أن تكون في جميع المناطق، هي وسطية الإسلام المعتدلة المعروفة لدى الجميع. الوسطية لا تختلف، يعني سواء كانت يعني داخل المجتمعات العربية أو حتى داخل المجتمعات الغربية. نحن لا نقصد الوسطية الدينية، ولكن نقصد الوسطية بشكل عام، هي الوسطية. هذا اللي حاصل واقعيا، إذا نحن نتكلم على أرض الواقع هذا الذي هو حاصل، ولكن الوسطية في نهاية المطاف لا تختلف من دولة لدولة ولا حتى من بيئة لبيئة. هو 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 قليلة في كل، يعني في كلا البلدين قليلة. يعني بالنسبة لمصر هتلاقي في ناس جدا ملتزمة وفي ناس جدا مش ملتزمة، وبرضو هنا، بس الموضوع هناك بصورة أوضح شوية. لا تختلف عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في معطيات في العصر، في معطيات في العصر لازم يعني رؤيتنا لهذه المعطيات توافق السنة النبوية، وبنفس الوقت لا تخل بالثوابت الشرعية. نرى أنهم جميعا الآن بفضل الله عز وجل وفضل التوجيه المستمر من قبل العلماء والقادة يوجهون الأمة نحو الوسط، لكن بعض الأطراف لا شك أنها تجد أنها يمينا ويسارا، لكن في النهاية إن شاء الله الجميع سوف يكون في الوسط. في اعتقادي أن الكثير من الشباب يتجهون يعني نحو الوسطية، لكن هناك بعض الفئات القليلة كما ذكرت لك سواء اتجهوا للاتجاه يعني الغلو الديني أو الغلو الأخلاقي. لا، هما بصراحة ما فيش وسط، اللي أنا شايفاه ما فيش وسطية. يتجه الشباب والبنات حسب، يعني في منهم عائمين وفي منهم مغالين، لكن أنا في نظري إنه الصحوة ما شاء الله كبيرة بفضل الله، وكثير من الشباب اتجهوا اتجاه سليم وخدموا الإسلام بالفكر الوسطي المعتدل، لا إفراط ولا تفريط. والله من فضل الله، يعني دائما أعتبر نفسي وسطيا، بل وأسعى إلى ذلك وإلى التطوير دائما إن شاء الله. أعتقد ذلك. نتمنى ذلك بإذن الله تعالى، ونتمنى أن نوصل أفكارنا التي إن شاء الله نقول أنها وسطية للطرف الآخر وتعتمد على منهج الحوار المفتوح. والله أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون وسطية، يعني سبحان الله نتمنى أن كل مرأة في السعودية تكون وسطية، أنها تكون سبحان الله تدفع أبنائها للوسطية. أرى الوسطية بالإيمان والإعمار.